تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. لعل هذا هو اللقاء الأخير بالنسبة لسورة طه، فأرجو الله جل وعلا أن يوفقنا الله اليوم لإنهاء ما تبقى من آيات هذه السورة الكريمة. قال الله جل وعلا فيما وقفنا إليه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه المقطع من السورة يتكلم عن عهد الله جل وعلا لأبينا آدم. وآدم قبل أن نتكلم عن قصته هنا يجب أن نستصحب ما من الله جل وعلا به عليه. وفائدة هذا الاستصحاب أن الإنسان أحيانا إذا رأى كلام الله عن أحد أنه وقع منه خلاف الأولى أو وقع منه المعصية، يقع في نفسه شيء من غير أن لا يشعر في النفس من ذلك المذكور. فسدا لهذا الباب اتباعا للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. من هذا الباب قال نقول إن آدم عليه السلام فضله الله بأمور لم يعطيها أحدا من الخلق، لا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذه الأمور منها أن الله جل وعلا خلقه بيده، وهذه خصيصة له من دون سائر بني آدم، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، وهي أربع خصال لم تعط لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن وجهه، وهذا مر معنا، وجه آدم منتهى الكمال البشري، منتهى الكمال البشري. وقلنا إن يوسف على أعطي شطر الحسن، أي شطر الحسن ممن؟ من آدم عليه السلام، شطر حسن آدم. هذا آدم عليه السلام قال الله ولقد عهدنا. كلمة عهدنا عهد لفظ استخدم في التعظيم في التفخيم، ولا يحب أن يقوله الفرد من الناس: عهدت إلى فلان أن يفعل كذا. وإن كان مستخدما في اصطلاحات المؤرخين، لكن أرى أن لا يستخدم وأنه يتعلق بذات الله، لكني لا أجزم أنه لا يجوز. والله يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل موسى، من قبل خبره، من قبل هذا كله الذي قصصناه عليك، فنسي ولم نجد له عزما. عبر الله هنا بماذا؟ بالنسيان. وقال بعد آيات فعصى، وهذا أشكل على العلماء، هل تنسب المعصية لآدم أو لا تنسب؟ مع أن الله صرح بها. لكنني أقول في كلام لابن العربي في أحكام القرآن جيد عظيم، فحواه أراد أن يقول ذلك العالم الجليل أن كلام الله عن آدم غير كلامنا نحن عن آدم. فكلام الله جل وعلا عتاب فيه شيء من التثريب، لكن خطاب رب لعبده. أما نحن أبناء لآدم، أبناء لآدم، فنتكلم عن أبينا النبي بأدب. ونبوة آدم ثابتة. قيل يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم، وحديث صحيح. الله هنا يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما العهد الذي عهده الله لآدم؟ بالاتفاق أن لا يأكل من الشجرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع كبرا. والخطايا يا بني قد مر معك أصولها ثلاث، أصول كل خطيئة ثلاث: الكبر والحسد والحرص. فوالله ما عصى الله أحد إلا من باب هذه الثلاث، من واحدة من هذه الثلاث: الكبر أو الحسد أو الحرص. فالحرص باب للشهوات، والحسد باب للبغي، والكبر باب للبغي والشهوات، وباب لرد ما جاء الله جل وعلا به. ولا يعصى الله إلا بإحدى هذه الثلاث، كل المعاصي تندرج في هذا الباب. يقول ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا، أي إبليس، عدو لك ولزوجك، ولم يقل ولزوجتك. والأفصح أن يقال في المرأة زوج، زوجة، ولا يعني لا يقال زوجته، يقال زوجه. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، آدم وحواء، من الجنة فتشقى.
وقول الله من الجنة إحدى الأدلة على أن المقصود بها جنة عدن، لأنه لا يستقر في الذهن هنا إلا جنة عدن. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وجاءت فتشقى بلفظ الإفراد، وهذا يدل على أن المرأة تبع للزوج، وأن الإنسان الرجل هو المكلف بالشقي. ومعنى الآية أن الجنة يا آدم كفيت أن تعمل فيها وتكد على أهلك، فخروجك منها سيدفعك إلى الكد والسعي في طلب الرزق وقوت أبنائك وأهلك. فلا يخرجنك الشيطان منها فتشقى ويصبح تبحث كما يقال عرق الجبين، وتذهب وتكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق جليبيب: اللهم لا تجعل عيشهما كد وصب عليهما الخير صب. والمقصود لم يقل الله فتشقيا، لأن الرجل هو الأصل في الكد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال الله: فوسوس لهما الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ شجرة الخلد هذا باب الحرص، هذا باب الحرص. قبلها قال الله جل وعلا يرغب آدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. واضح؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال الله بعدها: فوسوس لهما الشيطان. نقف عند هذه: لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. نفك المفردات. الجوع معروف عدم الأكل. الأصل ماذا يقابل الجوع؟ الأصل ماذا؟ لا، ماذا يقابله يعني قرين له؟ العطش. يقال فلان جائع وفلان عطشان. أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لم يقول الله ولا تعرى، عدم الظمأ، أتى بالعري، وقال: وأنك لا تظمأ فيها، لا تعطش ولا تضحى. ضحي الإنسان بمعنى برز للشمس، ولهذا يقال لوقت ظهور الشمس واشتدادها ضحى. هذا عند البلاغيين يا أخي يسمى تطابق تضاد، يسمى تطابق تضاد. والمعنى أنهم يقولون: إن الله عدل عن قوله ألا تجوع فيها ولا تظمأ، ما قال لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولم يقل تعرى مقابل الظهور للشمس. قالوا: لأن العري جوع الظاهر، وعدم الأكل جوع الباطن، وعدم الشرب حر الداخل، والظهور للشمس حر ماذا؟ حر الظاهر. واضح؟ الجوع عدم الأكل في الباطن، جوع الباطن، عدم الأكل جوع الباطن، والعري جوع الظاهر، وعدم الماء الذي هو الظمأ حر الداخل، والظهور للشمس حر الظاهر. فهذا يسمى تطابق تضاد، يسمى تطابق تضاد. وأهل اللغة إذا ذكروا هذا في القرآن يعرجون على بيتين للمتنبي. المتنبي شاعر عباسي كان مشهورا بالإغراق في الغرور والكبر عياذا بالله، وهو القائل عن نفسه: أي مكان أتقي، وأي عظيم أتقي، وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. ومن دون له سيرة ولا أتحمل وزر نقل، يقول إنه لم يسجد لله قط، لا يعرف له أنه كان يصلي. هذا الرجل كانت فيه أنفة عجيبة، فكان ينشد شعره بين يدي سيف الدولة الحمداني وهو جالس، وودعه بقصيدة بعد أن اشتد عليه خصومه: وحر قلباه ممن قلبه شبم، شبم بمعنى بارد، ومن بجسم وحالي عنده سقم، ما لأكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نختسم. الآن هذا يتكلم بين يدي أمير، فبدلا أن يصرف الكلام إلى مدح الأمير صرفه إلى نفسه: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. هذه جملة أبيات قالها بين يديه. ترك حلب ديار بني حمدان واتجه إلى مصر،
أيام حكم كافور الأخشيدي. كان كافور فطنا سياسيا، هذه الفطنة جعلت كافور يقرب المتنبي بالقدر الذي يستفيد منه، وكان متنبي يلح عليه يطلب ولاية فلا يعطيه. فلما سأل بعض خواص كافور عن سبب منعه الولاية للمتنبي قال هذا انظروا ماذا يراه في نفسه وهو شاعر، هذا كيف لو أعطي ولاية ماذا سيفعل؟ سيطغى. والمتنبي أصلا قال ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. والعاقل لا يستخدم من هو أعظم منه، العاقل لا يستخدم من هو أعظم منه، لأنه قد ينقلب عليك فيأكلك. نعود للقضية مع دخل المتنبي بالآيات. قلنا هذا التضاد في التطابق، وقف المتنبي ذات يوم في حرب تسمى الحدث الحمراء لأبي سيف الدولة الحمداني، انتصر فيها، فقال قصيدته الشهيرة التي مطلعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، حتى وصل إلى بيت يمدح ممدوحه قال وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فقالوا إن الحمداني استدرك على المتنبي هذا البيت، فأفهمه المتنبي بمراده الذي هو بين أيدينا الآن بما يسمى تطابق ماذا؟ تطابق التضاد، فجعل كل مصرعي بيت بما يلائمه، وهذا مأخوذ من نسق القرآن حتى يعلم أن القرآن في المرتبة الأعلى من الفصاحة، وما جاء أحد بأسلوب ولن يأتي كما قال الله يرقى على أسلوب ماذا؟ على أسلوب القرآن، فكلهم أصلا مغترف من أسلوب القرآن أنكر ذلك أو اعترف. نعود لما نحن فيه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا حرص، لأن كل ثمار الجنة أباحها الله جل وعلا لآدم، بقيت ماذا؟ بقيت شجرة. فدخل إبليس على أبينا آدم من باب الحرص، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طبعا وافق، لأن ما بعدها يدل عليها. قال الله فأكل ألف التثنية آدم وحواء، فأكل منها من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، وتسمى السوءة سوءة، تسمى العورة سوءة، لأنه يسوء المرء إظهارها، يسوء المرأة إظهارها، الإنسان لا يرضى بالعاقل بظهورها. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، طفقا معنى بدأ، من أفعال الشروع عند النحويين تعمل عمل كان، إلا أنه يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال الله وعصى آدم ربه فغوى، فهذا نص، قال بعضهم خلاف الأولى، خرجه بعضهم قبل أن ينبأ، قال بعضهم صغائر تقع من الأنبياء الصغائر، بكل قال العلماء وأنا أجنب نفسي، لكن أقول إذا تكلمنا عن الأنبياء نتكلم بنفس طريقة القرآن، ولا نقحم أنفسنا في الكلام عن أنبياء الله جل وعلا إلا بما حكاه الله جل وعلا عنهم تأدبا مع أبينا عليه الصلاة والسلام ومع غيره من إخوانه وأبنائه من الأنبياء. نعود فنقول قال الله فعصى آدم ربه فغوى، ثم قال الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هنا لا تفهم أن الهبوط الأمر بالهبوط عاقبة للتوبة، وإنما قدم الله التوبة حتى يبين لك لا تسترسل فيما بعد، ترى هذا النبي تاب الله عليه، واضح؟ فقال اهبطا منها جميعا، ليست مفرة على التوبة، مفرة على ماذا؟ على ماذا؟ على المعصية، لكن جعل الله التوبة قبلها والاجتباء والهداية حتى يريحك في تلقي الخبر وأن هذا النبي الصالح تاب الله عليه، كمن تريد أن تخبره بأن قريبا له أصابه مكروه، فقبل أن تخبره أن ابنه دهمته سيارة مثلا قل له ترى الابن بخير وعافية ولله الحمد،